حزمة قرارات رادعة من مجلس الوزراء لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية. تزامناً مع المناورات الروسية البيلاروسية، الناتو مستعد للاستماع لمطالب روسيا، وأوروبا جاهزة لفرض العقوبات. الصحة العالمية تقول إن إصابات كورونا بالقارة الأفريقية قد تكون أعلى 7 مرات من البيانات الرسمية. 3 مساء في القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلاً بحضراتكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة. وخلال ترأسه للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أشار مدبولي إلى التنسيق مع السلطة التشريعية، وتم عقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر. كان مدبولي قد استهل الاجتماع الحكومي بالإشارة إلى زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24، منوها إلى أن هذه الزيارة شهدت عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات المهمة التي تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. كما أشار رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجه الدولة لتقوية العلاقات مع الأشقاء الأفارقة. وخلال استعراضه لموقف التعديات على الأراضي الزراعية، شدد مدبولي على أن أي تعد جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم. كما أكد مدبولي أن الأجهزة المعنية بالدولة ستقوم بإزالة أي تعديات، فضلا عن اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين أو الخبز أو الأسمدة أو غيرها من صور الدعم. كما شهد الاجتماع التنويه إلى الاتفاق على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسؤولة عن التصدي لتلك التعديات. وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية محمود توفيق أن جميع أجهزة الوزارة جاهزة للتعامل الفوري مع مخرجات اللجان المشكلة بالمحافظات لمواجهة تلك الظاهرة. من جانبه أكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه تقارير هذه اللجان حتى يتم القضاء تماما على أي تعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة لمواقف التعديات واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تلك التعديات في مهدها والحفاظ على الرقعة الزراعية. We'll be right back.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال ريان، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال، بعد التحية، يعني حزمة قرارات رادعة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، يعني برأيك أهم هذه القرارات هذه المرة؟ نعم، يعني بالفعل مجلس الوزراء اليوم أعلن عن حزمة من القرارات الجديدة الرادعة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، وضمان كما أكد رئيس الوزراء أن لا يتم التعدي على بقعة جديدة واحدة من الأراضي الزراعية، طبعا نظرا لما تمثله من ثروة للأجيال المقبلة، وليس من حق أي أحد أن يعني يعتدي عليه على هذه الثروة. الحقيقة حزمة القرارات الجديدة في مقدمتها تشكيل لجان من المحافظات، لهذه اللجان تكون من مسؤولي القرى والمدن والمحافظات المختلفة، هتكون مسؤولة عن أي تعديات جديدة. وكما أكد وزير الزراعة اليوم أن شيوع المسؤولية في وقت سابق كانت تشجع البعض على ارتكاب المخالفات. الحقيقة هذه اللجان تم البدء في تجربة تطبيقها في 6 محافظات وأثمرت عن نتائج مهمة جدا، عشان كده النهاردة هيتم إن شاء الله تعميمها على مختلف المحافظات. أيضا هناك تعاون وتنسيق بين الوزارات المعنية، ومنها وزارة التنمية المحلية، وزارة الزراعة، وزارة الداخلية، للتعامل الفوري مع أي تعديات. أيضا ضمن حزمة القرارات إعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، وأيضا اعتبار التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، وكذلك فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن كذلك مشروع القانون معاقبة المقاول الذي يتولى البناء المخالف. أعتقد أن يعني بمثل هذا التشريع سيتم ضبط العملية من كل الجوانب، حتى المقاول الذي يساعد المخالف سيتعرض أيضا للعقاب. أيضا رئيس الوزراء شدد على أن أي تعدي جديد سيتم التعامل معه بكل حذر، وأن الأجهزة المعنية ستقوم بإزالة أي تعديات بكافة صورها أشكالها، وكذلك سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين أو من الخبز أو من الأسمدة أو غيرها من صور الدعم. طب أستاذ كمال، يعني هذه قرارات تخص ما هو جديد فيما يتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية، أم ما هو قائم بالفعل؟ هي تخص على كل التعديات، لأن حتى قبل كده عندما أعلنت الدولة عن تقنين أوضاع كان هناك طبعا يعني الأراضي الزراعية بالذات لا يوجد تقنين أوضاع بالنسبة لها، لأن الأراضي الزراعية يعني تمثل ثروة قومية، فأي تعديات على الأراضي الزراعية. بس هو حصل مصالحات بالفعل يا أستاذ كمال على المصالحات؟ لا، المصالحات كانت على أملاك الدولة، أو على إنما ما كانتش على الأراضي الزراعية اللي الصالحة للزراعة حاليا، كانت مستبعدة، لأن طبعا الدولة يعني في موضوع التعدي على الأراضي الزراعية بالذات لا تهاون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية. إحنا بنتكلم عن الأراضي الصالحة للزراعة اللي هي بيتم استزراعها، لا طبعا لا تصالح عليها، والدولة كانت أعلنت مثل هذه الإجراءات. التصالح كان على الأراضي اللي هي أراضي الدولة اللي كانت مش مدفوع ثمنها، أو الناس اللي كانت بتضع عيتها عليها دون سداد. طيب أستاذ كمال، يعني كل هذه القرارات تعتبر جديدة بالنسبة للمواطنين، إلى أي مدى من الممكن اعتبار هذه القرارات رادعة يعني في سبيل التعدي على الأراضي الزراعية؟ أعتقد أن هذه القرارات رادعة لكذا سبب. أولاً أن اللجان هتكون مسؤولة زي ما أكد وزير الزراعة، شيوع المسؤولية كان بيشجع البعض على التعدي. ثاني حاجة، هيكون في هذا التشريع اللي هيصدر، واللي أشرنا أن هو يعتبرها جريمة مخلة بالشرف، وأيضا هيتم مصادرة المبنى نفسه، وهيتم معاقبة المقاول اللي بيقوم بالبناء، وأيضا حرمان المتعدي من أي دعم يحصل عليه من الدولة. أعتقد أن كل هذه القرارات رادعة، وهي تمثل رسالة بأن الدولة المصرية لن تتهاون في أي شبر من الأراضي الزراعية يتم التعدي عليه أو محاولة التعدي عليه، طبعا ده بالإضافة لإزالة المخالفات على الفور ومصادرة المباني حسب التصدير حسب التشريع اللي هيصدر، هيتم مصادرة المبنى، وبالتالي فإن المتعدي لن ينتفع بنتيجة تعدياته على الأراضي الزراعية. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ كمال ريان، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول الموقف الوبائي لكورونا محليا وعالميا، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي حجم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستهلكة والمتاحة بلغ ما يقرب من 140.5 مليون جرعة. وحول الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاحات، بلغ إجمالي الجرعات المستهلكة محليا من اللقاح المضاد لكورونا حوالي 66 مليون و 600 ألف جرعة، وأصبح هناك 28 مليون و700 ألف شخص محصنين بالكامل بالجرعتين الأولى والثانية. كما شهد الاجتماع استعراض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب أهم الملامح الخاصة بالنسخة المحدثة من الخريطة الاستثمارية، وأكد رئيس الهيئة أن التطوير يتيح إدراك وتعديل الفرص الاستثمارية، مضيفا أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن حاليا ما يقرب من 2551 فرصة، فضلا عن 24 دراسة قطاعية و57 دراسة جدوى. وفي نهاية العرض كلف رئيس الوزراء بتحديد مسؤول من كل الوزارات المعنية تكون مهمته تغذية الخريطة الاستثمارية بالبيانات والمعلومات واستكمال كل المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية. في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور الخاصة بالموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وأيضا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، بالإضافة إلى إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم. وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فضلا عن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وافق مجلس الوزراء على بعض الطلبات المقدمة من تحالف الشركات وصندوق مصر السيادي الذي ينفذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقات متجددة، وذلك للإسراع بتنفيذ المشروع قبل بدء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي من المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل. هذا وقد شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية لطلاب المدارس وشباب الجامعات ومرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب. ويأتي توقيع البروتوكولات في إطار بدء تفعيل خطوة تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لرفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال لطلاب والشباب. وأكد مدبولي أن الاهتمام بالشباب يأتي على رأس أولويات الدولة من حيث تأهيلهم وصقل مهاراتهم وتوعيتهم بتلك الأنشطة المالية غير المصرفية، موضحا أن تبني استراتيجية وطنية للثقافة والتوعية المالية غير المصرفية يضع مصر ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمستويات الثقافة والتوعية المالية بصفة عامة.
انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الوزارية 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب ومن يمثلونهم. ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس عددا من البنود المهمة، منها إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، فضلا عن إعداد الملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها 31، والقمة العربية التنموية 5 في موريتانيا 2023. أهلا بكم مجددا. عودة لاستكمال نشرة الثالثة، حيث انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الوزارية 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. وخلال ترأسها أعمال اللجنة الوزارية، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية، فلا يزال الطريق طويلا لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي العربي المشترك. كما قالت الوزيرة إن مصر تعلق آمالا كبيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات إيجابية تعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاجتماعي والاقتصادي العربي. رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العديد من معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة، فإنه لا يزال أمامنا الكثير من المهام والتي تتطلب المزيد من تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض مصير التكامل الاقتصادي العربي المشترك المستقبلية، التي نأمل أن تتوصل إلى مراحلها النهائية بإعلان السوق العربية المشتركة، والذي من شأنه أن يخدم مصالح الأمة العربية. من جانبه، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في إطار التحضير لاستضافة مصر نهاية هذا العام للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ. وأكد أبو الغيط استعداد الجامعة العربية لتقديم كل الدعم اللازم لتنسيق الجهود العربية في هذا الشأن وإنجاح هذا الحدث العالمي بتنظيم واستضافة مصرية. إننا نتباحث في هذه الموضوعات في الوقت الذي تتعاظم فيه التحديات وتتداخل، فدولنا العربية جميعا لا تزال تواجه التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا. لقد شكلت هذه الجائحة تحديا طارئا وذا أولوية قصوى، كما ستنعكس آثاره بلا شك على الجهود المبذولة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة التي اتفق عليها المجتمع الدولي منذ 7 سنوات. ولقد أطلقت جامعة الدول العربية أواخر العام الماضي وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين التقرير الإقليمي بعنوان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية. ويسلط هذا التقرير الضوء على إطار العمل المتكامل لرصد أهداف التنمية المستدامة في الدول التي تواجه تحديات معقدة ومتشابكة. إلى الشأن الليبي، حيث صوت مجلس النواب على منح الثقة لفتحي باشاغا رئيسا للحكومة بإجماع الحاضرين، كما وافق مجلس النواب الليبي بالأغلبية على تعديل الإعلان الدستوري في ليبيا. وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عن موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الدستوري بعد أن تلا مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس.
ما زلنا في الشأن الليبي، حيث أعرب الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا والتي من شأنها أن تعيد حالة الاستقطاب الممرودة التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة. وفي بيان أكد أبو الغيط وجود قيادات ليبية على الساحة السياسية تعي جيدا المصلحة العليا للبلاد وتضعها فوق أي اعتبارات ضيقة أخرى، مشيرا إلى أن تلك القيادات يجب أن تقود إلى توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات. في العراق، أكد مصدر أمني العثور على 14 صاروخا داخل مجمع سكني قيد الإنشاء في العاصمة بغداد. وقال المصدر الأمني إن قوة أمنية تمكنت أيضا من العثور على 4 صواريخ متهالكة وقديمة من نوع RPG، وذلك خلال عملية الحفر داخل أحد المجمعات السكنية في أحد أحياء بغداد، مؤكدا أن عملية التفتيش ما زالت مستمرة في العاصمة. أعربت مصر عن بالغ إدانتها لمواصلة قوات الحوثي هجماتها باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي اليوم بطائرة مسيرة نجحت الدفاعات السعودية في تدميرها. وفي بيان للخارجية، جددت مصر رفضها التام لهذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمثل تهديدا صريحا لأمن واستقرار السعودية وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، فضلا عما تشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية وسلامة المدنيين. كما أكدت مصر مجددا على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كان التحالف العربي في اليمن قد أعلن أن دفاعات المملكة العربية السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقتها قوات الحوثي باتجاه مطار أبها الدولي. وأوضح التحالف أن اعتراض الطائرة المسيرة نتج عنه سقوط شظايا بمحيط مطار أبها، معلنا عن إصابة 12 مدنيا من جنسيات مختلفة في مطار أبها الدولي. هذا ويؤكد التحالف اتخاذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين. ميدانيا، أحكم الجيش اليمني الحصار على عناصر تابعة لقوات الحوثي وسط مدينة حرد الحدودية التابعة لمحافظة حجة، وذلك بعد أن أمن الجيش سلسلة جبلية شرق المدينة كانت قوات الحوثي تحاول عبرها فك الحصار المفروض على عناصرها منذ يوم الجمعة الماضي. وذكرت مصادر ميدانية أن الجيش أحكم كذلك سيطرته على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرد، وأنها بصدد تنفيذ عمليات تمشيط واقتحام في الساعات المقبلة. بالتزامن، حقق الجيش اليمني تقدما جديدا شرق مديرية حرد بمحافظة حجة وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف قوات الحوثي. إلى جديد الأزمة الأوكرانية، حيث انطلقت التدريبات الروسية البيلاروسية المشتركة والتي تعرف بعزيمة الاتحاد 2022. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن التدريبات تجرى بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية. ولم تكشف موسكو ومينسك عدد الجنود المشاركين في المناورات، لكن الولايات المتحدة قالت إن روسيا تخطط لإرسال 30,000 عنصر إلى مناطق عدة في بيلاروسيا.
وردا على المناورات الروسية البيلاروسية، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن تلك المناورات تعد مؤشرا على عنف بالغ قرب حدود أوكرانيا، فيما بدأت أوكرانيا هي الأخرى مناورات عسكرية. وقال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن المناورات الأوكرانية سوف تستمر لمدة 10 أيام، مضيفا أن القوات المسلحة الأوكرانية سوف يتم تدريبها على استخدام طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدبابات المقدمة من شركاء أجانب على حد وصفه. من جانبه قال أمين عام حلف شمال الأطلنطي الناتو يانس ستالنبرغ إن الحلف على أتم الاستعداد للاستماع لمطالب روسيا، موضحا أن الحلف يعمل على التعزيز الأمني في المنطقة فضلا عن زيادة الفرق العسكرية على الحدود الجنوبية والشرقية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والذي أكد في المقابل على الجاهزية لفرض عقوبات على روسيا في ظل توقعات بإقدامها على الهجوم على أوكرانيا، غير أنه شدد في الوقت ذاته على الرغبة في سلوك الخيار الدبلوماسي. القوات الروسية ترتفع ونعرف أن الوقت ينخفض بانتظار أي غزو لأوكرانيا، وعلينا أن نكون جاهزون لأسوأ سيناريو، ولكن علينا الاستمرار بالالتزام بإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية. تؤدي بريطانيا دورا مهما وحيويا على الصعيدين العسكري والسياسي. أرحب بدوركم بإرسال الجنود وقوارب إضافية إلى ناتو، بالإضافة إلى الحشود التي أرسلتموها إلى بولندا لمساندتنا. ستلتزم بريطانيا بأمن أوروبا وهو لن يتغير. نملك أكبر ميزانية دفاع في أوروبا والثانية ضمن دول التحالف ضمن حلف ناتو، ونعمل أيضا على زيادة تعديدنا مع قوات الناتو، ووافقت على زيادة حزمتي من المساعدات والدعم، وذلك لتقديم الدعم لقوات الناتو عبر إرسال القوات والسفن والقوارب للدفاع عن الحدود من الشمال إلى الجنوب. بالتزامن، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس نظيرها في موسكو من أن الهجوم الروسي لأوكرانيا سوف يكون كارثيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي أكد بدوره أن إنذارات الغرب وتهديداته لروسيا لن تؤدي إلى خفض التوتر بشأن أوكرانيا، كما اتهم لافروف الأوروبيين والأمريكيين باستخدام نهج اعتبره غير دبلوماسي يقوم على التهديدات والإنذارات على حد وصفه. بالتهديد تارة والحوار تارة أخرى تدور رحى الأزمة الأوكرانية الروسية المشتعلة. آخر حلقات الأزمة تجلى في حديث وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الذي أكدت فيه أن روسيا تواصل تعزيز جهودها ووجودها العسكري على حدود أوكرانيا، مؤكدة أن هناك تدفقا لقدرات إضافية من أجزاء أخرى من روسيا باتجاه الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا. الحديث الأمريكي قابله إعلان الجيشين الروسي والبيلاروسي القيام بمناورات عسكرية مشتركة في مينسك، وسط تأكيد روسي أن الغرب لا يقدم أي حلول فكرية أو عملية لحل الأزمة الأوكرانية الداخلية. وفي محاولة لإطفاء نار الأزمة المستعرة، جاء لقاء وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في موسكو. وخلال اللقاء أكد لافروف أن إنذارات الغرب وتهديداته لروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية لا تؤدي إلى أي نتيجة، فيما تحدثت وزيرة خارجية بريطانيا من أن أي حرب في أوكرانيا ستشكل كارثة لكييف وموسكو وأوروبا. ارتفع
ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا عالميا إلى 403 ملايين و 218 ألف حالة. وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5,777,200 حالة. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس التاجي بإجمالي 77,265,000 حالة. من جهة أخرى، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، قالت إن تقديرات المنظمة تكشف عن عدد الإصابات بمرض كوفيد 19 في القارة قد يكون أعلى 7 مرات مما تشير إليه البيانات الرسمية، في حين قد تكون الوفيات أعلى 2 أو 3 مرات عن المعلن. أعلنت الصحة الهندية عن تسجيل 67,084 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في الهند إلى 42,478,000 حالة. وأفادت الصحة الهندية بأنه تم تسجيل 1,241 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 506,520 حالة. أظهر استطلاع حديث أن غالبية الأمريكيين يرون أن التغييرات في القواعد الصحية العامة بشأن منع تفشي فيروس كورونا غير واضحة ومثيرة للجدل. وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة بول البحثية الأمريكية أن هناك خلافا بين المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وبين بعض الولايات بشأن مدى إنهاء إلزامية ارتداء أقنعة الوجه كإجراء وقائي ضد كورونا. وجاءت نتائج الاستطلاع لتشير إلى أن 60% من الأمريكيين من المشاركين ذكروا أن التغييرات في التوصيات بشأن الصحة العامة لمواجهة انتشار كورونا سببت لهم حالة من عدم الوضوح. هذا وقد انتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حزب المحافظين المعارض خلال فترة استجواب مجلس العموم، وذلك لدعم الحزب لاحتجاجات سائقي الشاحنات في كندا والولايات المتحدة المعارضين لأوامر فرض إجراءات الصحة العامة المرتبطة بالجائحة. وقال ترودو إن الوقت قد حان بالنسبة للمحافظين لإدانة هذا الحصار، ويواصل سائقو الشاحنات غلق وسط مدينة أوتاوا والطرق المؤدية لها للأسبوع الثاني على التوالي، متسببين في أزمة مرورية للضغط على الحكومة الكندية. لا تزال أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها على كثير من دول العالم بعد مرور أكثر من 2 عامين على انتشاره. فمع تواجد أكثر من شركة أعلنت عن لقاح لمواجهة الفيروس واتخاذ عدد من الدول العديد من الإجراءات كي تحمي مواطنيها، إلا أن عددا من مواطني بعض الدول احتج على هذه القرارات. ففي نيوزيلندا اشتبكت الشرطة مع محتجين مناهضين للقاح فيروس كورونا خلال تفريقها لمخيم اعتصام أمام مقر البرلمان قبل أن تقوم باعتقال العشرات منهم. مسؤول في الشرطة أكد أن قوات الأمن مستمرة في التواجد في موقع الاحتجاجات منعاً لأي أعمال شغب، وذلك في الوقت الذي يرفض عدد من المحتجين الطلبات المتكررة بمغادرة المنطقة. أما في كندا فقد أعلن رئيس بلدية أوتاوا حالة الطوارئ في العاصمة المشلولة منذ أكثر من أسبوع بسبب احتجاجات لمعارض القيود الصحية، معتبراً أن الوضع بات خارجاً عن السيطرة. الاحتجاجات في العاصمة الكندية امتدت إلى مدن رئيسية أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين واصلت عشرات الشاحنات ومتظاهرون شل الحركة في وسط العاصمة. أما في فرنسا فقد تجمع متظاهرون في قافلة الحرية في موقف للسيارات في نيس، والذين أكدوا اعتزامهم تنظيم مسيرة إلى باريس وبروكسل مقر الاتحاد الأوروبي للمطالبة بإنهاء قيود فيروس كورونا، موضحين أنهم لا يفهمون سبب سريان فرض اللقاح في فرنسا.
اعتبر الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن أن عقد محادثات قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة لمناقشة قضية نزع السلاح النووي مجرد مسألة وقت. وفي تصريحات صحفية أعرب مون عن أسفه لعدم إجراء حوار ومفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن منذ فترة طويلة حتى بعد تنصيب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن حل المشكلة لا يكون إلا من خلال الحوار. أعلن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن اتفاق لشراء 42 مقاتلة فرنسية من طراز رافال خلال زيارة لوزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إلى جاكرتا. واستهل سوبيانتو الزيارة بتوقيع عقد بين الطرفين لشراء أول 6 مقاتلات ضمن هذه الصفقة. وبدورها قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إن السلطات في إندونيسيا بدأت أيضا تعاونا مع فرنسا في مجال الغواصات. أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 13 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد في منطقة القرن الإفريقي، وأكد البرنامج أنه يحتاج إلى الكثير من الدعم حتى يصل إلى الصمود أمام صدمات المناخية الشديدة. وفقا لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، تسبب الجفاف في معاناة نحو 13 مليون شخص من الجوع الشديد في منطقة القرن الأفريقي، وأدى الجفاف في هذه المنطقة إلى فرار آلاف الأشخاص من مدنهم والسير أكثر من 500 كيلومتر بضعة أيام للوصول إلى المخيمات بالعاصمة الصومالية موكاديشيو. كما أكد برنامج الأغذية العالمي أنه يحتاج إلى 327 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة لنحو 4.5 مليون شخص على مدى الأشهر الستة المقبلة، ومساعدة المجتمعات على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية الشديدة. خلال الأشهر الماضية ارتفع عدد حالات الإصابة بسوء التغذية، كما ارتفعت أعداد وفيات الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الشديد. ولمنع أزمات إنسانية كبرى في منطقة القرن الأفريقي، تتواصل الدعوات الأممية من أجل تقديم المساعدات الفورية لمواجهة حالة الجفاف الصعبة التي حلت بالبلاد منذ عام 1981. إلى ملف حياة كريمة، حيث أعلنت وزارة الصحة إطلاق 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمة الصحية بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من اليوم 10 فبراير وحتى 20 الشهر الجاري ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة. وأوضح بيان لوزارة الصحة أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأشار البيان إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. هذا وتتواصل أعمال القوافل العلاجية التابعة لوزارة الصحة لليوم الثاني بإحدى قرى محافظة أسوان. وتأتي هذه القوافل حرصا على سلامة المواطنين وتوفير الكشف والعلاج بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقد عبر المترددون على القافلة عن شكرهم للرئيس السيسي الذي وفر لهم هذه القافلة بجميع التخصصات الطبية، ووفرت عليهم مشقة الانتقال لعيادات الأطباء الخاصة ودفع مبالغ كبيرة. احنا النهارده في قريه المحاميد التابعه لمركز ادفو بننفذ القافله على مدار يومين. القافله الطبيه العلاجيه هي خدمه مجانيه بتطلقها وزاره الصحه، بنحاول بنوصل بالخدمه الطبيه للمناطق المحرومه والمناطق الاكثر احتياجا او المناطق البعيده من الخدمه الطبيه. فكره القوافل العلاجيه هي عباره عن مستشفى ميداني متنقل، احنا بنضم 9 تخصصات طبيه مختلفه. الكشف والعلاج بالمجان بيقوم بتوقيع الكشف على الساده المنتفعين او اهلنا وناسنا، الساده الاخصائيين او الاستشاريين في كل تخصص. احنا نشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة من وزارة الصحة بالعلاج المجاني للقافلة الطبية، وفيها 10 تخصصات
بالكشف المجاني. نشكر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي شكرا كثيرا، اللي هو جبنا القافلة علاج ببلاش ودكاترة كشف ببلاش، وربنا يبارك فيه. في إطار الدور الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نحو استطلاع آراء المواطنين بهدف قياس نبض الشارع إزاء القضايا المختلفة، قام المركز خلال النصف الثاني من شهر يناير الماضي بإجراء استطلاع للرأي على عينة من المواطنين حول آرائهم في مبادرة إحلال السيارات. أشار المركز إلى تأييد 61.6% من المبحوثين بالعينة لإحلال السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين ومر على تصنيعها 20 عاما فأكثر بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي. وفيما يتعلق بسؤال المبحوثين بالعينة عن رؤيتهم في تقنين أوضاع السيارات المتهالكة المتروكة بالشوارع بحيث يتم رفعها وإبلاغ صاحبها خلال 48 ساعة عن سبب رفعها ومكان وجودها ليتسلمها، مع التأكيد على أنه في حالة عدم تسلمها خلال شهرين يعد متنازلا عنها، أوضح غالبية المواطنين تأييدهم للقرار بنسبة 65.4%. هذا وقد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا لتوضيح كيفية التعامل الآمن مع الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي. تطرق التقرير إلى إرشادات إجراءات التعامل الفوري مع حالة الطوارئ والمتمثلة في القيام أولا بغلق محابس البوتاجاز والسخان وكذلك محبس الغاز الرئيسي في المنزل، مع التأكد من غلق الغاز من المقبض المتواجد على الماسورة أو بجانبها في اتجاه عقارب الساعة، وعدم استعمال مفاتيح الإضاءة أو أجهزة الهاتف والأجهزة الكهربائية التي قد ينتج منها شرر كهربائي. أكد وزير البترول طارق الملا على تزايد الدور الذي يلعبه قطاع الغاز الطبيعي في قيادة النمو والتطور في الاقتصاد المصري، موضحا أن تزايد حجم الصادرات من الغاز بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة له انعكاسات إيجابية على الناتج المحلي. وخلال ترأسه أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022 و2023، أضاف الملا أن التطور الذي لحق بقطاع الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة قد جاء نتاجا لوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة للتطوير والتحديث كانت بمثابة حجر الزاوية في تطوير هذا القطاع الحيوي. أنهت البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات الأسبوع على انخفاض جماعي للمؤشرات بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء. وعلى صعيد المؤشرات هبط مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 0.15% ليغلق عند مستوى 11578 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة بلغت 1.45% ليغلق عند مستوى 2116 نقطة. وانخفض مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة بلغت 1.35% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال حسام عيد. أهلا بك معنا أستاذ حسام، تحليلك وتقييمك لأداء البورصة اليوم. اهلا بحضرتك. زي ما تابعنا في جلسه النهارده شفنا في اداء سلبي ومتذبذب لاغلب الاسهم القياديه بالمؤشر الرئيسي باستثناء بعض الاسهم القياديه في المؤشر الرئيسي الاي جي اكس 30، وده اللي انعكس سلبا على اداء المؤشر واغلق بجلسه اليوم متراجعا باكثر من 17 نقطه ليسجل مستوى اغلاق عند 11578، مدعوما طبعا ومدفوعا بعمليات بيع وجني ارباح من المؤسسات الماليه المصريه والاجنبيه بالاسهم القياديه. ده الامر اللي انعكس سلبا على اداء المؤشر الرئيسي بجلسه النهارده. طيب استاذ حسام، ما السبب الرئيس وراء هذا التذبذب الذي تتحدث عنه؟ يعني اعتقد ان في عمليات جني ارباح في بعض مستويات سعريه في الاسهم القياديه
وصلت للمستهدفات المرجوة منها، وتمت عمليات جني أرباح من قبل المؤسسات الأجنبية والمصرية مع بعض البيانات الغير محفزة أو أعتقد أن هي تكون سبب رئيسي لاتجاه بعض المؤسسات للبيع، على زي ما تابعنا في النهاردة شفنا في أخبار البنك المركزي أن ارتفع نسبة التضخم بنسبة 3%. أعتقد أن كان في اتجاه من الأجانب بسبب هذا التصريح أو ارتفاع الطفيف في التضخم السنوي بالنسبة لمصر. ده طبعا انعكس على أداء الجلسة النهاردة، شفنا في عمليات بيع مكثفة من المؤسسات على الأسهم القيادية، الأمر طبعا الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر بنهاية اليوم. طبعا استقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 11500 ده جيد جدا وإيجابي جدا بالنسبة لأداء المؤشر، وبيؤهله إلى الصعود مرة أخرى لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600 مدفوعا بعمليات فتح مراكز مالية وشراء بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي اللي هو 11500. يحصل ري انتري تاني للأموال اللي خرجت عند نقاط المقاومة الرئيسية عند نقاط الدعم الرئيسية، وتدفع المؤشر الرئيسي البورصة المصرية للصعود مرة أخرى لاختراق مستوى 11600 ثم 11700 إن شاء الله. اتضحت الصورة، أشكرك شكرا جزيلا خبير أسواق المال أستاذ حسام عيد. تطلق اليوم وزارة البيئة الحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار إيكو ساوث سيناي، والتي تستهدف الترويج للمحميات الطبيعية والمساعدة على خلق منتج سياحي بيئي جديد وقيم. للمزيد ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، تحياتي لك أولا، تطلعنا على تفاصيل هذه الحملة وما هو المستهدف منها. بالضبط، يعني كبيرة تبذلها الدولة ووزارة البيئة للترويج للمقاصد السياحية البيئية. نحن هنا في محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، وهي واحدة من جاملات المحميات الطبيعية في مصر. نحن نتحدث عن نحو 30 محمية طبيعية أو أكثر، وهناك مشروع كما ذكرتي بإطلاق حملة ترويجية لمحميات طبيعية في جنوب سيناء، وهي خمس محميات طبيعية في جنوب سيناء. يتم الإعلان عن إطلاق هذه الحملة الترويجية لها اليوم بحضور وزيرة البيئة. للمزيد من التفاصيل نرحب بضيفنا العزيز الأستاذ محمد عليوة، مدير مشروع إيكو إيجيبت، أحد مشروعات وزارة البيئة، للحديث عن هذه الحملة الترويجية. أستاذ محمد، بعد التحية، حدثنا أكثر عن هذه الحملة الترويجية للمحميات في جنوب سيناء. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، و اهلا بيكم في محميه الغابه المتحجره بالقاهره الجديده. احنا هنا بنطلق حمله ترويجيه اسمها ايكو ايجيبت. ايكو ايجيبت هي حمله ترويجيه على مستوى الدوله بتتحدث عن السياحه البيئيه داخل المحميات الطبيعيه. كلنا عارفين ان في محميات طبيعيه، بس كتير مننا مش عارفين فين المحميات الطبيعيه، يعني ايه محميه، ليه نروحها، وممكن نعمل فيها ايه. هو ده الهدف الرئيسي من حمله ايكو ايجيبت، ان هي بتعرف الساده المشاهدين عن اربع محاور رئيسيه. هي ايه هي المحميات الطبيعيه، هتعمل ايه جوه داخل كل محميه، هتقعد فين كل محميه، هتقابل مين من السكان المحليين، عاداتهم، تقاليدهم، واخر حاجه ايه هي الانشطه اللي ممكن نعمل. لكن بعد سنه من الشغل مع على مستوى رفع الوعي على المستوى الدوله، وصلنا لمرحله ان احنا عايزين نركز على مجموعه من المحميات اكثر، فركزنا على محميات جنوب سيناء. كلنا عارفين جنوب سيناء بان هي شرم الشيخ، لا، جنوب سيناء اكبر بكتير قوي من شرم الشيخ. في خمس محميات بيحوطوا جنوب سيناء، بنتكلم على كاترين، أبو جالوم، رأس محمد وما إلى ذلك. كل واحدة من دول فيها خبرات مختلفة تماما، سواء مع السكان المحليين أو سواء مع الموارد الطبيعية. هو ده احنا نحاول نركز عليه النهاردة. بدأنا الأول مع بعض المؤثرين من شبكات التواصل الاجتماعي، دلوقتي وصلنا للمؤثرين الدوليين وعلى مستوى المنطقة، إن احنا بنحاول نجيبهم يشوفوا جنوب سيناء بعين مختلفة.
محميات جنوب سيناء بعين مختلف. هو ده هنطلقه النهارده، ده واحد. تاني حاجه بنطلق مجموعه من الفيرتشوال رياليتي تورز، منها ان المشاهدين سواء في البيوت او باستخدام النظارات المخصصه لذلك بيقدروا يشوفوا المحميات بتقنيه 360 درجه، ويشوفوا كل محميه جوه داخل كل تور، بيشوفوا كل المعلومات الرئيسيه اللي هم محتاجينها عن كل محميه، وده بيزود الوعي عن المحميات الطبيعيه وممكن تشوف ايه داخل كل محميه. نشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد عليوه، مدير مشروع ايكو ايجيبت، احد المشروعات التابعه لوزاره البيئه. شكرا لحضرتك. وزي ما تابعنا زملائي في الاستوديو اهميه الترويج لهذه المحميات الطبيعيه التابعه لوزاره البيئه، واهميه الترويج السياحي لها، لما لها من اهميه بيئيه واجتماعيه واقتصاديه ايضا كبيره. اليكم زملائي في الاستوديو. نعم، حمله مهمه جدا في هذا التوقيت. كل التوفيق وجزيل الشكر لك احمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، وشكرا لضيفك الكريم. وانتهت مشاهدينا نشرتنا، لا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من أخبار. حزمة قرارات رادعة من مجلس الوزراء لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية. تزامنا مع المناورات الروسية البيلاروسية، الناتو مستعد للاستماع لمطالب روسيا، وأوروبا جاهزة لفرض العقوبات. الصحة العالمية تقول إن إصابات كورونا بالقارة الإفريقية قد تكون أعلى 7 مرات من البيانات الرسمية. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.